محافظة ريف دمشق حددت 1094 مركزا انتخابيا لانتخابات مجالس الإدارة المحلية موزعين على المناطق والنواحي والمدن والبلدات والمزارع والقرى، بما يؤمن سهولة المشاركة في العملية الانتخابية لكافة التجمعات السكانية في المحافظة. وفيما تفقد محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعد عددا من هذه المراكز، علمت قناة سما أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية لمجلس المحافظة 11 دائرة، وعدد الدوائر الانتخابية لمجالس المدن 27 دائرة انتخابية، وعدد الدوائر لمجالس البلدان 47 دائرة، وعدد الدوائر لمجالس البلديات 82 دائرة. أكدت مصادر سما أن إجمالي مرشحي محافظة ريف دمشق للوحدات الإدارية ومجلس المحافظة بلغ 6553 مرشحا. لا شك أن محافظة ريف دمشق تشهد عرسا وطنيا بهذا الاستحقاق الهام والاستراتيجي من خلال انتقائها لكوادر مبشرة جدا بالخير، حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية في محافظة الريف 1094 مركز موزعين على كافة جغرافيا الريف، وأيضا 27 دائرة 167 دائرة انتخابية على مساحة الريف، يتنافس على ملء 2115 مقعد، 3300 مرشح بشكل نهائي لشغل هذه المواقع. أكيد الملاحظ أن هناك إقبال وحضور للسيدة بسيدة الريف محافظة ريف دمشق وبقوة، وهناك تنافس كبير، أيضا تواجد العنصر الشبابي بشكل ملفت للنظر، والإقبال الكبير من قبل أهلنا في محافظة الريف. دائما المطلوب هو الاختيار الأكفى، ومن يستطيع ذلك هم أبناء المجتمع الأهلي، هم يعلموا ويعرفوا أخلاقية كل مرشح لأنه ابن الحي وابن القرية وابن المدينة، وبالتالي المطلوب اختيار الأكفأ من الناحية العلمية وأيضا من ناحية السلوك. العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة، والأخوة المواطنين يقبلون على هذه الانتخابات باندفاع ذاتي، ونتمنى إن شاء الله أن تسير هذه العملية ولا يرد أي شكوى، إلا أنه لا بد أحيانا من ورود بعض الشكاوى. هذه الشكاوى التي تتم معالجتها يعني آنيا، إن كان من قبل اللجنة الفرعية في كل محافظة أو اللجنة العليا. نحن أنا وزملائي باللجنة العليا للانتخابات أسرنا أنه نكون مواكبين لهذه العملية في مراكز ريف دمشق مع السيد محافظ والسيد قائد الشرطة والمعنيين بهذا الأمر. العملية الانتخابية يعني بالشكل الأمثل، المواطنين عم تجي مثل القاء ذاتها، عارفاني وجب الوطني، لأنه موضوع الانتخابات الإدارة المحلية موضوع يعني بالخدمات العامة، يعني بالتنمية البشرية والتنمية الإدارية وكل فهذا له تماس مباشر مع المواطن. الحمد لله انتخابات وإقبال كبير، ونتمنى الخير للجميع إن شاء الله وللبلد. هذا الشيء وطني وبيمثل كل يعني احنا بالنسبه لنا لشباب خدماتنا للبلد رح تكون متميزه، وفي خدمات ان شاء الله يعني حلوه لما رح نتلي بصوتنا لحدا يكون بيستاهل هالشيء. هاي رساله عم شوفها، رساله سياسيه، رساله وطنيه، انه هالمدينه هي وطنيه الى النخاع، واهلها وطنيين الى النخاع. هذا وقد أكد عدد من الأهالي في الغوطة الشرقية بريف دمشق أن يوم انتخابات الإدارة المحلية يوم وطني بامتياز ونصر جديد يضاف إلى انتصارات سوريا. مساء الخير مشاهدينا، لازلنا معكم في تغطية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية، ونحن الآن متواجدون في المركز مقر بلدية دوما، حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية في محافظة ريف دمشق 1094 مركز. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا رئيس المركز الانتخابي هنا الأستاذ عدنان سريول ليطلعنا على الأجواء الانتخابية منذ افتتاح الصناديق الاقتراع. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا. أنا عدنان سريول رئيس مركز زونة مركز مدينة مركز اقتراع. حط مكان التفاصيل وعدد الناخبين المتوقع بدوهم لهذا المركز.
والله نحن لحد الآن عندنا إقبال شديد الحمد لله، يعني متوقع يعني فوق 10-15 ألف تقريبا عندنا هم مجلس مدينة. يا أهلا وسهلا. شكرا لك. كان معنا الأستاذ عدنان سريوي الرئيس المركز الانتخابي هنا في مجلس مدينة دوما، وسنستمر معكم مشاهدينا بتغطية أجواء الانتخابات لمجالس الإدارة المحلية طوال هذا اليوم.